قولا فصلا في موضوع مصطفى محمد مصطفى محمد من حق جلطة سراي ده من الزمالك يعني انا بقول لك الموقف من حق جلطة سراي جلطة سراي ما دفعوش المبلغ الزمالك هيروح يشتكي آه عشان ياخد تعويض آه مادي ماشي كده هيحرك شكوى من اجل الحصول على تعويض مالي يقدر ب 500 الف آه دولار ولا يحق للزمالك استعاده جهود اللاعب خلاص بس عمال اتكلم كتير ومصطفى محمد وهيجي ويروح وهيبشط مفيش الكلام ده فاح نفسك مفيش الكلام ده فتوح كمان هيكون جاهز لماتش القمه كان عمل حادثه وبعدين اصيب بفيروس كورونا فمرحش مع المنتخب هو جاهز آه للماتش آه بتاع القمه يوم آه 19 ان شاء الله طيب واضح انه